بنستفيد منكم، بنسمع منكم. وانا حسب ما عرفت من الاخوه جزاهم الله خير المنظمين ان اللي معنا هم مدراء مدارس، وما شاء الله تبارك الله بعضهم يعني له 20 30 سنه في العمل في قطاع التعليم والتربيه، والبعض الاخر ايضا رواد نشاط او لهم مساهمات في تعزيز القيم داخل المدارس. غرس القيم يجعل الانسان لديه المعيار الذي يقبل به والذي يرفض به. طبعا من نجاح اللي هو الرائد النشاط الفاعل ان يكون هو العلاقه المباشره مع جميع الذين في المدرسه، من مدير المدرسه انا اشوف حتى الى العامل، عامل النظافه. اضحى بيوم ضامئا حيران قد امسى. قصص واقعيه عن بر الوالدين، الزيارات الميدانيه سواء دار المسنين، دار الأيتام، الاستشارات الهاتفية المتخصصة في ذات الموضوع. بإذن الله بيكون في تعاون مستقبلا في بعض المشاريع اللي بتطرح لمن يرغب، وكذلك خلاصة الملتقى هذا للمناطق 100. طيب كيف تكون طريقة التواصل؟ احنا في عندنا هدف بعد الملتقى هذا.